زعما ثق بيا بانني شفت خمسه دقائق الاولى مثلا سامحت المقابله لا احزاب ما كاينش احزاب صراحه والله ما عندي احزاب باش نشوف ولو دقيقه واحده ولكن الحمد لله شفت بعد النهايه ديال الاشواط الاضافيه والفوز والعزيمه باش لعبوا اللعابه والناس اللي فرحانين زعما الشعور لا ما عنديش الشعور يعني صراحه الشعور باش نوصف لك والله ما كاين الحمد لله ربي ما حشمناش وفرحنا الجماهير الرجاويه والمغربيه الحمد لله على ربي ما حشمناش اللي غادي نقول حق الجمهور الرجاء ما يمكنش نقولوا لك بعد جوج دقائق ولا ثلاث دقائق الجمهور كبير جمهور عالمي لولا الجمهور العالمي ما تكونش الرجاء عالمي كنشكر جميع الرجاويه اللي جات الاكادير وجميع الرجاويه اللي شجعات وجميع الناس والدعوات الناس كلها كتدعي مع الفريق الرجاء البيضاوي كنشكرهم كاملين كنشكر جميع الناس اللي ساندوا الفريق واللي بقوا معنا من الدقيقه الاولى حتى الاخير اللي وصلنا له كنشكر الجميع وكنتمنى ان الحمد لله شرفنا الرايه المغربيه لحد الساعه باش توصل للسيمي فينال كاس العالم الانديه فهي ماشي سهله ولكن هذا بمجهودات الجميع مجهودات الجميع ولو اي واحد كاين في الفريق فهو المجهودات ديالو كنشكر الجميع واللي ساند الفريق حتى هو كنشكر اللاعبين اللي قدموا عطاء كبير وكنشكر الطاقم التقني كنشكر اي واحد ساهم في هذا الانجاز هذا.